قام معهد الدوحة الدولي للأسرة بإجراء دراسة متعمقة عن حالة الزواج في العالم العربي. تضمن البحث أدلة من 22 دولة عربية، وقدم رؤى حول تغيير المواقف تجاه الزواج، التحديات، أنماط الزواج، وتأثير كل من الهجرة، الصراعات والحروب. انضموا إلينا لحضور منتدى الأسرة العربية حول الزواج في 2 و3 من ديسمبر 2019 لنناقش هذا التقرير غير المسبوق.